قوي انت قلت فيه الماكسيمم ايجكشن فيز از بيتهالي موقع الرقاق. هقول لك انا قصدي ايه بالاسباب. دايما الكورونري فلو ده بيبقى دلتا بي بريشر جريدنت بين مكانين. الاورطه طالع من الاورطه، الاورطه البريشر فيها كام؟ الاورطه 120 120 رايح لفين؟ رايح للهارت، رايح للرايت فنتكل، للمونو رايت فنتكل. الرايت فنتكل في الحاله دي بيبقى 25 مليمتر برد، 120 ناقص 25 95 كفرق. الليفت فنتكل بيبقى الفرق كام؟ زيرو، لان هو الليفت فنتكل عامل البامبنج الكامل بتاعه بيوصل ال 120. لا قبل الزيرو في الايزو، في الايزو فوليومتريك كونتراكشن بيبقى 80. يعني انا اقصد ان هو الديفرنس ما بينهم زيد، يعني هو الايزوبريتر كونتراكشن الفنتريكل هيروح معلي نفسه لحد 80 هيبقى 80 والاورطه الاول ويفتح تمام. فتلاقي دايما يقول ان افضل كورونري فلو ناحيه الرايت هلاقيه في الجزء بتاع الماكسيمم ايجكشن فيه. طيب الليفت كورونري فلو يصل الى اعلى فلو عنده ثاني مرحله الايزوبريتر كريدكس ليه؟ لانه الحاله دي لما كانت الايزوبريمتريك كونتراكشن ما كانش في ديفرنس، لكن في الايزوبريمتريك تاكسيشن ما بقاش في كومبريشن على الكورونري ارتز، زائد ان هو الليفت فنتركل بقى محتاج بقى يعني وصل للزيرو، وصل للزيرو. فاي حاجه ماينس زيرو الدلتا دي كبيره، لكن على الرايت سايد عمر ما الرايت فنتركل بريشر يوصل للزيرو، يبقى اعلى سنه. فدايما الفرق الاورطه ثابته، فالاورطه بتدي للاثنين الكورونري اليمين والكورونري الشمال، فانت عندك ال 120 كتاب او الاورتيك بريشر ثابت. المشكله في المتلقي المصدر ان الاورطه اللفت بقى بيوصل للزيرو، لا احسن وقت يخفي مش ده مثال الرياكتيف هايبرينيا، ده مثال الرياكتيف هايبرينيا تمام. وده اللي قلناه في العمل ان المعروف ان الهارت بيعمل كونتراكشن فبيضغط على الكورونري والكابيلاريز تمام. ايه اسباب الدخل من الكورونري انسفيشنت؟ في ثلاث اسباب ممكن اي واحد منهم يحصل. السبب الاول ان هو يبقى في كارديوجينيك شوك، يعني هو الانفارك التيشو مؤدي الى انكريز بامبنج فورس اوف ذا هارت فحصل كارديوجينيك شوك. السبب الثاني انه يبقى طبعا خالد اكيد شرحها في التسجيل، انه يبقى في فنتريكولار فايبريشن تمام. ده بيقلل جدا جدا البامبنج فورس او بيقلل البلاد بامب. السبب الثالث ان هو يبقى في كارديك كاربونين. لما يحصل انفاركشن التيشو اللي مات بيتحول بيبقى فايبر تيشو، فلو حصل كونتراكشن جامد شورتنينج ممكن الفايبر تيشو ده يتقطع تمام. لما يتقطع البلط بيطلع من الجيمر من الهارت يملى البريكارد، فبيروح ضاغط على الاتريوم ويعني بيبوظ النقط تماما في الهارت تمام. السؤال بقى الاخير عايز اساله لك واشكرك جدا يا محمود، الاوتو ريجيليشن ايه الاورجنز اللي يظهر فيها؟ الاوتو ريجيليشن بيظهر في الاورجنز الزوجيه، يعني لو الضغط سباي فيها قل يحصل فيها يعني حاجه بتحصل لها دامج جامد في البرين في الهارت في الكيدني تمام. وايه الاورجنز اللي ما فيهاش اوتو ريجيليشن؟ دي الاورجنز اللي بيبقى فيها اعلى جاز ووتر فلو، اللي هي السكن والجط او السبلاك ميكانيك اللي هي بتبقى نون فايتال كل. طبعا بقيه السيركيوليشن بتتقلب القرايه عشان الام سي كيو، ان في سنه من السنين جابوا جمله عامه جمله جنرال طبعا الكلام هو ده لكل الطلبه السنه اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها، قالوا ريجارد يور سيركيوليشن، كلمه على السكين كلمه على السكيلتال كلمه على الكورونري. فالناس اتفاجئت وقتها في السؤال ده وقالوا ده صعب، لان دايما السيركيوليشن لازم نركزها. المهم ان جه في حساسه النظر كتير كان الرباعي الشهير كورونري كابيلاري ليمفاتيك وفالمون. شكرا جدا، شكرا جدا.